السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الفيديو هنتكلم عن إحدى جرائم الإنترنت. وموضوع الإنترنت وجرائم الإنترنت بدأ يأخذ حيز من اهتمام الجهات الرقابية وعلى رأسها مكتب معالي النائب العام. فمن خلال وحدة البيان والرصد التي أنشئت حاليا تابعة لمكتب النائب العام، بدأ يحصل نوع من الرقابة والمتابعة لما ينشر وما يصدر من تجاوزات لا أخلاقية من خلال شبكة الإنترنت. الواقعة اللي أنا عايز أكلمكم عنها بتؤكد أن فعلا الجرائم دي ممكن تنتشر بشكل كبير جدا في مصر، استنادا إلى حسن نية المرأة والرجل أحيانا. الموضوع ان سيدة بحسن نية ادت الهاتف المحمول بتاعها لجارها على اساس ان هو يشوف ليه الموبايل ما بيقبلش انترنت، فقال لها طب سيبهولي نص ساعة. اخذ الموبايل وادهولها بعد نص ساعة، قال لها تمام صلحتلك الموضوع ده وبقى بيستقبل نت. الست بحسن نية خلاص شكرا شكرته. بعد يومين ثلاثة خمسة فوجئت بنوع من التهديد جاي لها عن طريق ايميل ما تعرفوش. الايميل ده بيهددها بان هي يا اما تجهز له مبلغ، ومبلغ كبير حقيقة يعني مش هنقوله، لكن مبلغ كبير، وإلا سيضطر الى نشر صورها وارسال صورها الى زوجها، صور عارية، ارسال هذه الصور الى زوجها والى خطيب بنتها والى بنتها، وحدد لها 3 ايام والا ستضطر لتنفيذ ما هدد به. حقيقه انا رحت على الفور واخدها وطلعين على مباحث الانترنت وتحرر محضر، ومن خلال الاجهزه الحديثه اللي بيملكوها ومن خلال تحرياتهم الصادقه ومن خلال جهاز المساعدات اللي بيعمل من خلالهم قدروا يتوصلوا الى صحة ما تدعيها هذه السيدة، واستصدروا اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه وملحقات مسكنه وكل يعني اذن واضح وميسر بحيث يسهل لهم المأمورية اللي هم رايحين من اجلها. وبالفعل تم التعامل مع الموضوع بمنتهى القوة والسرعة، وتم ضبط المتهم، وتم ضبط الأجهزة اللي بحوزته وفيها الصور اللي بيحاول يبتزي بها هذه السيدة، وقدم إلى المحاكمة، المحكمة الاقتصادية طبعا، وقضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات. هذا الفيديو الهدف منه ان احنا نقول نصيحتين لكل البنات في مصر وكل السيدات في مصر. النصيحة الاولى، لو سمحتي هاتفك ده حاجة خاصة بيكي، ممنوع تديه لاي حد، واذا حد هيصلحه حتى لازم تكون انت متابعة هذا التصليح اللي هيتم فيه، واذا كان هيبعد عن ايدك فلازم ترجعي كل محتوى الموبايل بتاعك للاطمئنان ان مفيش حد هيقدر يستغل حاجة اذا اطلع عليه. ده كل اللي انا بطلبه من حضراتكم، ولعل يكون الفيديو ده مفيد وهادف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.